معي من مكة المكرمة نائب مدير الاتحاد الروهينجي عبد الله معروف. مساء الخير سيد عبد الله. نعم، أهلا وسهلا. أهلا فيك. نتحدث اليوم عن مساعدات، عن خطوة يعني طبعا لا يمكن إنكارها، ولكن إلى أي درجة ستكون مساهمة في مساعدة الروهينجيين إذا ما تحدثنا عن المبلغ المالي، وفي ردع حكومة ميانمار إن ما تحدثنا عن إجراءات واشنطن؟ نعم، حقيقة يعني في البداية نحن باسم الروهينجيا والشعب الروهينجي المضطهد نشكر الدول المانحة في مؤتمر المانحين، وهذه المساعدات التي قدمت ترفع جزء من المعاناة لهم، وخاصة النازحين الذين نزحوا إلى بنغلاديش، وخاصة مع انتشار مرض الكوليرا في صفوف الأطفال والحاجة الملحة للغذاء والماء والإيواء والدواء. حقيقة المأساة هذه تحتاج إلى خطوات نحو الأمام في جميع الاتجاهات. الاتجاهات الإنسانية هذا اتجاه مهم جدا خاصة في الفترة الراهنة، وهناك اتجاهات سياسية لابد تأخذ مسارها وتشق طريقها، وعلى المجتمع الدولي أداء مسؤوليتها خاصة في هذا الملف. مثل ماذا؟ أي إجراءات سياسية هي نحن بحاجة إليها في هذه المرحلة سيد عبد الله؟ نعم، نحن حقيقة يعني الإجراء الذي سمعناه والمقدم من دولة أمريكا في فرض عقوبات ومنع بيع الأسلحة لحكومة ميانمار، صحيح، خفض المساعدات العسكرية. نعم، خفض المساعدات العسكرية وأيضا يعني منعهم وامتناعهم عن بيع الأسلحة لدولة ميانمار، هذه خطوة إيجابية نحو الأمام. رغم ذلك نحن نقول ونطالب أن القضايا التي بحاجة إليها الروهينجيا حاليا هي أكبر من هذا 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 الأمر. هم بحاجة الآن إلى الأمن، هم بحاجة الآن إلى منطقة آمنة تحت رعاية الأمم المتحدة تضمن لهم الحياة الكريمة ولو لفترة معينة. هم بحاجة إلى إجراءات صارمة ضد ميانمار تدينها بالانتهاكات الجنسية وضد الإنسانية وتدينها بالتطهير العرقي. نحن بحاجة أيضا الآن إلى إصدار مشروع قرار من مجلس الأمن. هناك 5 جلسات في سبتمبر يعني عقدت في مجلس الأمن لم تخرج بقرار ملزم تدين ميانمار، وخطوات نحو الأمام لتطبيق الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة ضد ميانمار. الذي هم بحاجة الآن الروهينجيا إلى قرارات سياسية قوية جدا خاصة لمنع آلة القتل والسحل، وأيضا يعني تحقيق حق العودة للاجئين هؤلاء الذين نزحوا إلى بنغلاديش عودة كريمة وآمنة مستدامة وطوعية أيضا إلى قراهم. قبل العودة يعني لا نتحدث على الأقل عن وقف ما يحدث ووقف الانتهاكات ويعني توفير أقل الإمكانيات في بنغلاديش على الأقل الملجأ الحالي لهم. سيد عبد الله، ما الذي يدور بكواليس ما يحدث في أزمة الروهينجا؟ لماذا نتحدث عن والكل يتحدث عن تخاذل المجتمع الدولي؟ ما الذي ينتظره؟ والله حقيقة نحن يعني الروهينجيين كلهم يعني مستغربون، لأن جميع الخطوات السياسية المتطلبة منهم خاصة لتدوير القضية ولرفع القضية في طاولة المجتمع الدولي وفي المنظمات الأممية، جميع الخطوات السياسية تمت والتقارير صدرت والقرارات التي يعني تدين ميانمار كلها صدرت، فنحن ماذا ننتظر اكثر من هذا؟ لذلك يعني على المجتمع الدولي لمره واحده ان يكونوا يعني يثبتوا مصداقيتهم امام قضيه من القضايا العادله تجاه المسلمين، اما السكوت في قضيه مثل هذه القضيه وتقديم الرجل وتاخير اخرى، هذه كلها تفقد مصداقيه الامم المتحده وتستفقد مصداقيه المجتمع الدولي. الروهينجيين الى يومنا هذا مستغربون تم الاستغراق في قضية ربما يعني ضربت في عمق التاريخ أكثر من 70 سنة وإلى الآن لم يتغير شيء في أرض الواقع، فماذا سينتظرون أكثر من هذا؟ هل ينتظرون إبادة كاملة أمام أنظار العالم في عصر نحن ندعي فيه الديمقراطية، ندعي فيه حرية الإعلام؟ ماذا ننتظر؟ العقوبات التي ينبغي أن تفرض على حكومة ميانمار يعني مفروغ منها، يعني كلها معروفة، يعني رغم هذه الأشياء المعروفة إلى الآن لم تطبق أي قرار تجاه حكومة ميانمار لتوقف آلة القتل والسحل. نعم، أنا أشكرك جزيلا من مكة المكرمة نائب مدير الاتحاد الروهينجي عبد الله معروف.